كريستيانو رونالدو، ما زال كريستيانو رونالدو مثير للجدل. تصريحات رونالدو يعني هزت الأوساط الرياضية في إنجلترا، وعلى أثرها بيجتمع مسؤولي مانشستر يونايتد بشكل عاجل النهاردة علشان يناقشوا هذه التصريحات، وبيقولوا توقيع الغرامة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. الحقيقة تصريحات كلها تصريحات قوية جدا جدا أدلى بيها كريستيانو رونالدو دلوقتي، ما سابش حد بمعنى أصح. الإدارة هاجمها، الجهاز الفني هاجمه، على مستوى زملائه هاجمهم، على مستوى الجماهير حتى كريستيانو رونالدو هاجمهم. كان رونالدو عمل حوار أخير وقال كده بالبونت يعني بالفم العريض زي ما بيقولوا، أنا قال لهم أنا ما بحترمش تنهاج، أنا تنهاج المدير الفني أنا ما بحترمهوش. ليه ما بتحترمهوش؟ لأنه قال لك هو بيحاول دفعي أو بيحاول يزقني بره النادي، ومش هو بس ده، كمان في اتنين كمان من الموجودين، اتنين او ثلاثة بيحاولوا كمان يزقوني بره النادي، وكمان المدير التنفيذي كمان بيحاول يخرجني بره النادي. دي تصريحات كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو زي ما قلت لحضراتكم ما سابش حد. على المستوى الإدارة الفنية اتكلم بعدم احترام كامل لتين هاج المدير الفني، قال لك الراجل ده انا ما بحترموش كده صراحة، و انا اصلا ما اعرفش مين تين هاج ده قبل ما يجي مانشستر يونايتد. يعني قال لك هو انا ما اعرفش الراجل ده قبل ما يجي يمسك المان يونايتد. على مستوى الاداره قال لك في ناس في الاداره بتزقني ان اخرج بره النادي، ما فيش اي سبورت بالنسبه لي. وعلى مستوى كمان الجماهير، يعني هو بيتكلم حتى بيقول لك انا كان عندي ظروف اسريه ولقيت سبورت من جماهير ليفربول بيغنوا لي في الملعب يو نيفر ووك الون. على الجانب الآخر جماهير اليونايتد ولا أكنها موجودة، وده كمان تصريح بيهاجم فيه الجماهير. على مستوى البنية الأساسية حتى، يعني كريستيانو رونالدو قال في تصريحاته أن هو لما رجع بعد 20 سنة من رحيله عن المان يونايتد قال لك أنا رجعت لقيت النادي زي ما هو، لدرجة أن أنا لقيت الجاكوزي زي ما هو، أوضة اللبس زي ما هي، حتى لقيت الراجل يعني المسؤول عن الوجبات اللي هو الطباخ يعني هو زي ما هو، فما فيش اي تطورات في النادي، بنيه اساسيه منهاره، ومش ده شكل نادي مانشستر يونايتد اللي انا كنت جاي اامل ان الاقيه بصوره مختلفه. على نجوم المان يونايتد روني النجم الكبير لطبعا المان يونايتد السابق، حتى كريستيانو رونالدو بيهاجمه، قال لك حتى روني بيهاجمني، يعني على لسان رونالدو يقول لك هو اصل هو يمكن يكون زعلان عشان انا لسه لغايه دلوقتي بلعب وهو اعتزل مش موجود على الساحه وانا بلعب في الهاي ليفل. فعلى جميع المستويات كريستيانو رونالدو بيثبت ان هو رايح كاس العالم مش راجع المان يونايتد، مستحيل. يعني الكلام اللي قاله دوت خلاص قفل بالضبه والمفتاح ورجوعه تاني للمان يونايتد، بالرغم هو قال انا بقول الكلام ده هروح كاس العالم وارجع هناقش هنشوف الامور ماشيه ازاي. اعتقد الامور انتهت مليون في المية، الأمور انتهت بالنسبة لكريستيانو رونالدو في المان يونايتد. بعض التقارير طلعت بتقول إن هو هيرجع تشيلسي أو تشيلسي مهتمة بيه في يعني الانتقالات الشتوية، ولكن زي ما بقول لحضراتكم رؤساء كمان مانشستر يونايتد هيجتمعوا خلاص يعني النهاردة يا بكرة مع تين هاج، هيناقشوا بقى كل التصريحات دي وهيناقشوها بشكل صارم جداً، وهيطلعوا اكيد بيان او هيطلعوا قرار. يمكن قبل وصول كريستيانو رونالدو لكاس العالم هيحضر الاجتماع اكيد تين هاج، الرئيس التنفيذي كمان ريتشارد ارنولد الرئيس التنفيذي السي او بتاع المان يونايتد هيكون موجود، مدير الكوره كمان جون مورتو هيكون موجود، بالاضافه للرئيس المشارك طبعا جليزر. ده بالنسبه لكريستيانو رونالدو. زي ما بقول لحضراتكم النهارده رونالدو كمان الغى متابعته لنادي مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لغى المتابعه بتاعته بعد طبعا التصريحات اللي ادلى بيها النجم البرتغالي ضد الاداره. وزي ما بقول لحضراتكم رونالدو دلوقتي يعني بيتابع بس نادي اليوفنتوس والمنتخب البرتغالي او صفحه المنتخب البرتغالي على تويتر. زي ما بقول لحضراتكم رونالدو بيقفل صفحته مع المان يونايتد بتصريحات قوية جدا جدا، وزي ما بقول لحضراتكم والأكيد إن كريستيانو رونالدو بعد عودته من كأس العالم في قطر 2022 سيكون خارج ألمان يونايتد. طيب ده على مستوى رونالدو.
على مستوى ديشام. ديشام المدير الفني للمنتخب الفرنسي اضطر طبعا لضم عنصر جديد او تعديل طارئ على القائمة، المنتخب الفرنسي اللي هتخوض منافسات كاس العالم القادمة. استدعى ديشام اللاعب اكسل ديساسي، طبعا لاعب دوت بيلعب في موناكو بدلا من كيمبيبي. كيمبيبي مدافع باريس سان جيرمان اللي يمكن بسبب عدم التعافي بشكل كامل من اصابته، طبعا جاله اصابه او التهاب في وتر اكيليس بعد مباراه فريقه ضد لوريان في الدوري الفرنسي الاسبوع اللي فات، شارك لدقائق قليله جدا امام اوكسير امبارح. لكن طبعا بتواجد طبعا ديشامب اربع خيارات قدامه، اربع خيارات لان هذا اللاعب هو لاعب سيرد باك، عنده دلوقتي في قلب الدفاع يمكن عنده اربع لعيبه، عنده رافائيل باران وكوناتي واكسل ديساسي بعد انضمامه، اعتقد هيكون في مشكله شويه في الدفاع على مستوى المنتخب الفرنسي. منتخب فرنسا زي ما حضراتكم عارفين في كاس العالم عنده مجموعه لا باس بها، مجموعه متوازنه، عنده الدنمارك واستراليا وتونس، واكيد المنتخب الفرنسي هو المرشح الاول للصعود من هذه المجموعه بشكل مباشر. على الجانب الاخر راموس طبعا بعد استبعاده لويس انريكا، استبعاده من القائمه النهائيه لمنتخب اسبانيا، بيبعت رساله، بعت طبعا مدافع باريس سان جيرمان المخضرم برساله للجماهير عقب استبعاده من قائمه اسبانيا لمونديال قطر. وكتب راموس عبر انستغرام وقال: كان الموسم الماضي صعبا بسبب الاصابات والانسجام مع نادي جديد ومدينه جديده. أضاف كمان: لقد كرست نفسي جسديا وروحيا للتعافي والعودة للحالة التي لطالما اعتدت عليها، مستعينا بالأهداف والطموحات التي يضعها المرء النفس دائما لنفسه. تابع وقال: لحسن الحظ أستطيع قولي أننا في هذا الموسم أشعر كأنني عدت مرة أخرى للاستمتاع بكرة القدم واللعب مع نادي عظيم في مدينة عظيمة مثل باريس. كمان راموس واصل حديثه وقال: كأس العالم كانت بالطبع أحد الأحلام الكبيرة اللي أردت تحقيقها، كان من الممكن أن تكون هذه المشاركة هي الخامسة ليا، لكن لسوء الحظ سأضطر لمشاهدتها من المنزل. ده كان كمان يعني راموس كانت، ومن خلال حلقتنا هقول لحضراتكم كمان نجوم كبيرة جدا على مستوى العالم تم استبعادها، يعني كان في مفاجآت في قوائم المنتخبات على مستوى نجوم كبار جدا هنتابعها مع حضراتكم من خلال حلقتنا. لكن خلينا نروح سريعا للصحافة العالمية قالت ايه في المحترف، خليكم معنا. يلا سريعا نبدا جولتنا في ماركا الاسبانيه اللي طبعا ركزت على الاخوين نيكو وانياكي وويليامز لاعبي اتلتيكو بلباو، واللي كانوا بيمثلوا منتخبين مختلفين في كاس العالم، وهو منتخب غانا واسبانيا. وكتبت الصحيفه: تاريخ العالم. سبورت الاسبانيه ركزت كمان على سوق الانتقالات برشلونه، وكتبت: ممفيس ديباي مفتاح التعاقدات في يناير والاولويه لظهير ايمن. كمان اهتمت الصحيفه بمنتخب اسبانيا وكتبت: المنتخب الاسباني يبدا نهائيات كاس العالم. كمان اهتمت بنتائج الدور الاول لكاس ملك اسبانيا وكتبت: قادش وألميريا أول فريقين من الدرجة الأولى يتم إقصائهم. ديبورتيفو الأسبانية ركزت على سوق الانتقالات كمان لبرشلونة وكتبت: اجتماع من أجل سوق الانتقالات. كتبت كمان: بايرن ميونخ ب 17 لاعب يشارك في النهائيات، وبرشلونة ب 16 لاعب يشارك في كأس العالم. واحنا المحترف النهارده ان شاء الله زي ما بقول لحضراتكم كمان عندنا في الجزئيه ديت هنتكلم على اكتر الانديه امتلاكا للاعبين في كاس العالم 2022. لسه في اسبانيا مع جريده اس الاسبانيه ركزت على حوارها مع فرناندو ييرو طبعا وكتبت على لسان ييرو: اسبانيا تطمح في كل شيء بمونديال قطر. نطلع سريعا على انجلترا، جريده صن الانجليزيه اللي ركزت بالتاكيد على حوار كريستيانو رونالدو اللي هز الاوساط الرياضيه امبارح بالليل، وقال واكد خلاله ان مانشستر يونايتد يعني خانوا
يعني كان في خيانة من مانشستر يونايتد لكريستيانو رونالدو، وأنه لا يمكن الاحترام لإيريك تنهاج المدير الفني، فضلا عن عدم كمان تعاطف النادي الإنجليزي مع مرض بنته. إيطاليا، ونروح لجازيتا الإيطالية، ركزت على فوز يوفنتوس على لاتسيو بثلاثية نظيفة، وإنتر ميلان على أتلانتا 3-2، والميلان على فيورنتينا 2-1، وكتبت ميلان ويوفنتوس وإنتر يحذرون نابولي، والدوري الإيطالي لم ينتهي بعد.